إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم البيتكوين بالدارجة. قبل ما نبدأ حلقة اليوم، نبغي نذكركم بأنه في آخر الشهر سوف تكون عندنا مسابقة $10 من عملة سولانا. إذا أردتم الخوض في هذه المسابقة فعليكم فقط إن شاء الله الاشتراك، التعليق، زائد الأدريس ديال سولانا. وحد سعيد، ما نطوش عليكم، نبدأ إن شاء الله. والآن حالة البيتكوين، كما كتشوفوا معنا الآن ثمن البيتكوين تقريبا $20,000، والآن فإننا نتداول فوق منطقة قوية وقوية جدا. هذه المنطقة تقريبا تكون عندنا ما بين $19,100 حتى $19,800. $19,800 هي الأول تايم هاي ديال 2017، فمن المرتقبة تكون عندنا مقاومة قوية وقوية جدا في هذه المنطقة. وإذا نزل بيتكوين وبدأ يتداول في هذه المنطقة فربما يكون عندنا واحد البونس اللي يكون قوي وقوي جدا، يمكن نعود نتستو المنطقة الإيجابية اللي تحدثنا عليها خلال هذا الأسبوع وهي 20,800. يعني يمكن يكون عندنا واحد تيست مرة أخرى 20,800. ولكن إذا البيتكوين لمس هذه المنطقة وهي آخر منطقة دعم بالنسبة لنا في هذا المستطيل هذا، فربما ممكن أن نشاهد أسعار متدنية جدا للبيتكوين، قد نلامس خلالها 17,600. يعني الأسواق التقليدية خلال يوم الاثنين سوف تكون مصيرية أيضا للبيتكوين، لأنها إذا كانت سلبية فهذا ما ربما يكون ضربة قاتلة للبيتكوين، وربما نشهد مناطق ما بين 13,700 إلى 14,000. وهذه المنطقة سوف تكون جيدة لشراء البيتكوين. ولكن إخواني أخواتي، شيء مهم جدا أريد أن أتقاسمه معكم هو حالة الأسواق، يعني بالنسبة للساعات القادمة، لأن سيناريو هبوط يعني تحت هذه المنطقة فهو ليس واردا في اليوم بحالة الأسواق التقليدية ليوم الاثنين إن شاء الله. ولكن بالنسبة للساعات المقبلة نشوفوا الشارت ديال الساعة. ولكن إخواني أخواتي، كما كتشوفوا معي هنا الآن، كما كتشوفوا معنا هنايا في الفريم ديال الساعة، عندنا واحد البوليش ديفيرجنس، وهذا يعني بأنه في الساعات القادمة إن شاء الله ما بين 4 حتى 6 ساعات يقدر يكون عندنا واحد التحسن في سعر البيتكوين، وربما نشوفوا واحد الباونس ديال $300-$400 من طرف الحيتان. إخواني أخواتي، لنا لقاء اليوم إن شاء الله في المساء. كما كتعرفوا فإن الثلاث أشهر القادمة مصيرية بالنسبة للاستثمارات، فالثلاث الأشهر القادمة يعني ربما تكون سلبية، وهذا يعطينا الفرصة بأننا نوجد عمولات اللي يمكننا نستثمر فيها للمدى البعيد باش نحقو واحد الأرباح مهمة في السنوات القادمة إن شاء الله. إخواني أخواتي، مرة أخرى شكرا لكم، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.